عودي معكم للمتابعة. بعد بلقيس عم تعترض على برجة، أنا ما جبت شيء من عندي بلقيس، هيدا موجود كان على مصدر أنا بوثق فيه من السوشيال ميديا. غير برج. غير. عملت لي ساندويش. برج العذراء. جوزاء. برج الوفا. وبرج. أنا جوزاء. جوزاء، سوري. جوزاء. كمان الوفا. كمان الوفا والطيبة. والكرم. والأمل. والحب. والكرم والثقة، بس كمان في الخيانة، ما بعرف ليه. كل برج عم يرجع تطلع لك مين جوعان غير قلنا عودي لعندك بليس. ولا هلا بدك تعملي شيء؟ لا لا، ما بدك تعملي شيء، خليك مع اصدقائي. ضيوفنا اصدقائك يا ست بلقيس. طبعا سيدي نجوى بارودي، رئيس جمعيه احتفالات بيروت، اهلا وسهلا فيك. أهلا دائما فيكم. ضيفتنا الدائمه. أهلا. وايضا سهى كمان ضيفتنا الدائمه، سهى زعيتر، المديره التنفيذيه لبنك الغذاء اللبناني. مصر. اللي اشتغلنا نحن وياكم كمان فتره طويله بعالم الصباح، وانتم بتامنوا الوجبه الغذائيه الصحيه اللازمه للمحتاجين الى خدمات اخرى ايضا. مصر. هلا عنا شيء بمناسبه الاعياد ايضا. نعم. شيء قريب، هلا انتم بتخبرونا، متين السنه الثانيه على التوالي بمشاركه جمعيه بنك الغذاء اللبناني ومساعده وزاره الشؤون الاجتماعيه. جمعيه احتفالات بيروت هي المنظمه هل الحدث هيدا تحت اسم هوليدي فود توي درايف. نعم. اشرحي لنا شوية تسمية بس. هي الفود درايف سنة الماضي كان اول مره بنعمله مع البنك الغذائي اللبناني ببيروت. هي فكرة أجنبية، منا فكرة متواجدة هون. كان لأول مرة بنعملها وين منجيب أولاد ما بيطولوا كتير، لهيك اسمها درايف. يعني أوكي. بيجوا بياخدوا عادة اللي بياخدوه يلي أوكي. هي مونة وأكل وألعاب. نحن دخلنا الألعاب، عادة بياخدوا بس مونة بأوروبا وبأمريكا، وبيروحوا على بيوتهم. بتصير دايما هيدا على طول السنين من عيال ذو دخل محدود، يعني ما قادرين يكون عندهم. يعني بيكون عندكم داتا معينة؟ داتا معينة وزارة الشؤون تعطينا الداتا المعينة، لأن هي عندها كل الليستات تبع الجمعيات. أوكي. وبتبعت لنا إياهم، نحن بنقلها الكمية إنه مع البنك الغذائي بنتشارك تنقرر قديه نحن بنقدر نعطي وقديه بيجينا أكيد هبات. وبيجوا هالولاد، نحن اللي دخلنا عادة بيجوا بياخدوا الأكياس وبيروحوا. نحن دخلنا زيادة بما أنه عيد الميلاد، دخلنا فيها التوي، يعني مش بس كمان بياخدوا أكل، بياكلوا هوت ميل. أوكي. بيقعدوا ببناية فرانسا بانك المين برانش بالحمراء، في كافيه اسمه الإكسبرس بساع. بفوتوا الاولاد بياكلوا هوت ميل. هاي اي نهار؟ 22 ديسمبر. يعني نعم. يوم الجمعة. يوم الخميس. خميس. يوم الخميس. هون مخربطين تبين الجمعة. اوكي. يوم الخميس على الساعة 6 بيجوا هالولاد بياكلوا طبق ساخن. نعم. بيكون مقدم، السنة مقدم من مطعم توت بيروت. اوكي. بياخدوا العابهم، بيكون في كمان ناس عم بتلعبهم. يعني أوكي. عنا جمعيات عم تقدم وشركات عم بتقدم، ناس بتلعبهم فيس بينتينج. والاحتفالات بيروت عندها عدة نشاطات خلال السنة. هلا بنرجع لعندكم بنحكي أكثر. نعم. بس خلينا نتعرف على بنك الغذاء اللبناني أكثر كمان مرة. أهلا وسهلا فيكي سهى. سهى رجعي ذكرينا ببنك الغذاء اللي نشاطاته كثيرة، وطبعا قدر يقوم بمساعدة مجموعة كبيرة من الأطفال والعائلات اللبنانية ذو الدخل المحدود. مظبوط. لبنانيز فود بنك أو بنك الغذاء اللبناني مثل ما نعرف بلش ب 2011، فكرته عالمية. هو نعمل لينك أو وصلة بين الناس اللي بحاجة والأكل اللي عم ينهدر، من كان من مطاعم، أوتيلات، حفلات، شرك معنية بالتغذية. عم نكون الوصلة بين هيدول العالم وهيدول الشرك. الفكرة أنه نحد من هدر الأكل ونحد من الجوع بلبنان، وهدفنا نوصل لهيدا، نحد من الجوع ب 2020. إن شاء الله. زقلرات مع مساعدة كتير أشخاص وتوعية العالم والجينيريشن الجديدة اللي عم نفوت على المدارس. ليه حطيتوا هالديت؟ يعني دايما أنا بدي أسأل هالسؤال، إنه عندكم ديت 2020 بتكونوا حدين من
قصه الجوع، يعني رح توصلوا لهالهدف بهالنهار اذا يعني؟ الله راد. وبتعرف انت حيالا بروجي بدك تفوت فيه، حيالا مشروع لازم يكون في ديت لحتى توصل مضبوط توصل للهدف اللي انت عم تشتغل عليه. فحطينا 2020 حتى نوصل للقضاء على الجوع وهدر النعمه. طبعا عم بتخف سنه بعد سنه لانه انتوا لكم كذا سنه مبلشين. مضبوط، سنه بعد سنه العالم عم بيصير عندها توعيه اكثر. نعم. الشرك عم تصير تساعد، يعني بتعرف الشرك عاده وقت يكون عندها برودكتس قرب الاكسبيري ديت تبعها عاده بتنتلف. نعم. وبكون عم ناذي البيئه، عم ناذي الصحه، عم ناذي كل شيء حوالينا بطريقه غير مباشره. نعم. حتى الشرك صايرين عندها توعيه انه انا بدل ما اتلف هيدي البضاعه وبعدها صالحه مدتها لولا 10 ايام انا بقدمها لهالجمعيات قادره تطبخها بنفس النهار وتوزعها للاشخاص اللي بحاجه لها، وبعدها بتكون فريش، بعدها صالحه، بعدها مرتبه نظيفه وبتتقدم بطريقه كثير حلوه. انا بدي اعطيكم فكره، ما بعرف هيدي ساعد بهي قصه 2020 2020. فكره هالبرودكت اللي عم تاخذوها بدها 10 ايام تفتحوا محل وتبيعوا بيوم بيومه قصص مثلا 50% 60% بالناقص، وهالمصاري بتعطون للعائلات المحتاجه. كمان بتخشوا محل يبيعوا هالبرودكت اللي عم تحكي عنه اللي رح تخلص مدتها. اللي رح تخلص مدتها هلا اوريدي. الفكره باخوذه من الشرك اللي عم تبيع البضاعه، لانه أوكي. بتعرف قبل ما يخلص الديت بيعملوا بروموشنز. يعني قصدك انه عملت شي كريتيف؟ لا كريتيف. بتروح على البزنس او اي سوبر ماركت بتقول لك هول في اوفر، في اوفر بيعملوا اوفرز، هن بجربوا انه ما يخلون يعملوا. لا بس هن يعملوا، هن يعملوا لهم يعني على حرام. إذا ما لحقتوا تطبخوني يعني حتى ما ترجعوا عندكم كمان تليفون. طبعا تفضلي كملي. فعم بيصير في توعيه من قبل الشراك، من قبل الكيترينجز، من قبل المطاعم، عم بيصير في توعيه للاشخاص. عم بي يعني فور اكزامبل ب 2016 بصيفيه 2016 اخذنا تقريبا اكل من 200 عرس، والاشخاص هن عم بدقوا لنا. بتعرف هلا شباب وصبايا برات لبنان عم يجوا على لبنان يعملوا عرسون. صحيح. عم بدقوا لنا او يبعثوا لنا ايميل من برات لبنان انه بهيدا الدات في عندي عرسه بدي تاخذوا الاكل الفائض لجمعيات تتوزعوا. شو حلو. فنحن عم ننبسط انه في توعيه صار للعالم، للمدارس عم نروح على المدارس نعمل توعيه للاجيال الجديده انه ما تكبوا اكل، روحوا انبسطوا اطلبوا اكل، بس خذوا هيدا الاكل الباقي معكم يا خذوه كلوا. في رقم تليفون يتصل فيكم الواحد دغري اذا الواحد بده عنده كميه اكل بقيت ببيته او بقيت بحفله عاملها او عزيمه عاملها انه تجوا تاخذوها؟ هلا صراحه الاكل اللي بالبيت ما عم نقدر ناخده، لانه يمكن انا بوثق فيك وبقول بتقلي انه انا عندي اليوم كان الايفنت وبقي اكل، بس في عندك اشخاص يمكن يتركوه يومين ثلاثه، سو انا ما بامن بهي الحاله. نعم. بفضل انه مثلا بالبيت في اكل ناتور جار يتوزع الاكل على المحيط. نعم. انتوا اللي بتستقبلون اذا كعرس او مطعم؟ مطعم اوتيل. مزبوط. نعم. اول شيء بيكون في ثقه وفي ماضيين بروتوكول. لا 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 المطعم للاوتيل بس حتى اوضح الفكره. ايه. بيكون في نمضي بروتوكول مع حيلا جهه بدها تعطينا اكل. حتى يكون في مصداقيه وفي الكواليتي تبع الاكل تكون جيده جدا. مد بالمطعم. صحيح. مشكل كمان لهيك هن بياخذوا. اكيد. صور رقم التليفون 01-510-499 كل يلي بيحبوا يتعاقدوا مع بانك فود يعني ليبانيز فود بانك. ليبانيز فود بانك. ليبانيز فود بانك فيهم يتصلوا على الرقم 01-510-499. برافو. بس كان في اعداد اكبر من هون، عندنا 200 طفل رح يستفيدوا بهذا الايفنت، ولكن في اعداد اكبر ما رايت قبل. لا انا العدد 200 طفل لهيدا الايفنت اللي عم نشتغله مع بيروت سيلبريشنز. اوكي. الاعداد هائله، صرنا كنا اول شيء بلشنا مع 20 جمعيه. نعم. اول ما بلشنا هلا وصلنا ل 75 جمعيه على كافه المناطق اللبنانيه بتهتم بالولاد بالختيره بالعيال باللي ببيوتها. يعني وصلنا ل 5000 شخص اذا الله رد. وصلنا ل 5000 شخص والهدف لقدام يعني 2020 2020 2020 بنكون قضيه. ما بقى عندكم كثير وقت، صرنا 2017. احتفالات بيروت طبعا احنا بنعرف انتم نشاطاتكم كثيره ودائما معنا بتخبرونا بعالم صباح. شو في شيء قريب كمان غير احتفال كريسمس مع ال 200 طفل اللي هو هوليدي فود توي درايف؟ نحن بالنسبه ل 2016 كانت سنه عاجقه كثير مثل ما حضرتك قلت. عملنا حوالي 5 ايفنتس. هلا هيدي السنه نخلص منسكر السنه بالهوليدي فود. ختامها مسك. ختامها مسك دائما معكم، وبعدين بنفوت بسنه جديده رح نكفي فيها. نعم. الاستقلال. أوكي. اول شيء عندنا بشق بلاي حمراء ومقدسه،
بدنا نجرب نتوسع نفوت على الأشرفية وغير مناطق. نعم. نعمل ستريت فيستيفالز يلي هن نهار ولا نهارين. رح نعمل شيء ب نحن عم نشوف على الهواء بعض الايفنتس اللي مرقوا لكم. نعم. بعدين عاملين برمضان سنه الجاي على العيد شيء اسمه لبناني اح بمشاركه وزاره السياحه وبلديه بيروت. شو يعني شو رح يصير فيه لبناني اح؟ كل شيء لبناني يعني. نعم. هو بدل ما تفوت على متحف عن لبنان عبر التاريخ. نعم. من عمله من سياحه من تراث من اثار من اكل من حلو. شارع رح يكون كله وبالشارع برا لكل لا. الناس تفوت ببلاش وتنبسط وتشوف شو عم بيصير. صحيح. وتراث كل شيء كل شيء لبناني لبناني من تمثيل من تلفزيونات من يعني كل لا. الاخراج مخرجين فنانين أوكي. يعني كل شيء بتفكروا عن لبنان اللي نحن كان ولا يزال بنتامل يصير احسن. يعني انا بتمنى لكم دائما توفيق نشاطاتكم مثل ما عم نشوفها هلا على الهواء نشاط هيدا السنه الماضي هيدا السنه الماضي شو عملنا بال هوليدي فود درايف. لا هول هيدا هوليدي فود درايف وهول سانتا بيجو هارلي اون بايك بيكون سانتا واحد منهم ترندي سانتا يعني كثير ترندي كله ترندي. طبعا كنتوا معهم السنه الماضي سهى كمان انتوا شاركتوا معهم نحن هيدي السنه على التو ثاني سنة. نعم. وين رح بتصير السنة؟ نفس المحل فرنسا بانك بالحمرة. نفس المحل من الساعة 6 للساعة 9 الخميس 22 الشهر. جريت جريت. وعندكم نشاط قريب بعده؟ أكيد بكرة الأحد. نعم. عندنا نشاط مع بنك. نعم. هذا البنك دعا كل الموظفين يجيبوا بمناسبة العيد يجيبوا حصة غذائية. وهذه الحصة رح تتوضب بمشاركة 450 موظف. حلو. رح نوضب حصص غذائية وكمان تتوزع قبل العيد. حصص غذائية معمولة بالبيت بتكون ولا حيوة؟ لا 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 حصص فيها بقلبة زيت سكر عدس حمص مونة غذائية. نعم. حصة بقلبها بوكس بقلبها المواد الاساسيه. صحيح. لتتوزع على عيال قبل العيد اذا الله راد. كثير حلو الفكره. 450 موظف از هيوج اكيد نمبر. تحية لفرنسا بانك على هالالتزام. هيدي مش فرنسا مش فرنسا بانك. فرنسا بانك معنا بالهوليدي في اذكر الاسم بانك ليبانو فرنسي كمان رح يكونوا معنا اكيد ولو بيستحقوا العمل كلوب حلو عمل خير. الكلوب تبع البنك هو اللي مشارك بهيدي المبادره وعن جد يعطيهم الف عافيه لانه عم يعملوا شغل كثير حلو. نعم بالتوفيق لكم اكيد سهى وانا بتمنى لك توفيق جمانة نجوى. ناطرين دائما نشاطاتكم نشاطات احتفالات بيروت اللي هي دائما هادفه للانسانيه مثل حضرتكم كمان. شكرا. لكن المشاهدين احنا وياكم مكملين على الصباح. شو رايكم نروح على صاله السينما اللبنانيه نشوف شو في عندنا من افلام نقدر نحضرها. is coming undone. ضمن الافلام هالاسبوع فيلم الساينس فيكشن روغ وان ستار وورز ستوري بنسخه 3D. ترجع سلسله ستار وورز مع ثوره اللي بتعمل خطوه مخاطره لسرقه البلانز لنجمه الموت مع فيليسيتي جونز مادز مايكلسون جيمس ايرل جونز وفورست ويتكر. This is our chance to make a real difference. والفيلم الكوميدي اللبناني والعاني وفي تحية للدفاع المدني ودور المرأة بالمجتمع اللي عايشة فيه مع ماجي بوغصن كارلوس عزار ووسام صباغ والإخراج لإلي أف حبيب. شريف بيتميز برشاقته وسرعة الحركة والقوة. نحن جايين نتطوع بالدفاع المدني. We're here to connect. والفيلم الدرامي كولاترال بيوتي عن رجل بيبتعد عن حياته اليومية من بعد مأساة تعرض لها وبيبدأ تساؤلاته عن الحب الوقت والموت مع ويل سميث كيرا نايتلي كيت وينسلت وأدوارد نورتن. You've been given a gift. This profound connection to everything. I promise you it's there. إذن هودي هن الأفلام اللي فيكم تشوفوهم بصالة السينما اللبنانية. يعني إلي من الصبح ناطر شوفوا الترويقة اللي جبت لي إياها، ساندويتش فيه لفها بالبيت، بس ما بعرف إذا بتختلف. ست بلقيس عم تخف عم يخف الإبداع اللي عندك إياه ما بعرف ليه، في شيء مأثر عليكي برجك أو السنة الجديدة، بس نحن عم نختم هلا سنة الـ 2016 على أمل إنه تكون الـ 2017 رائعة، وبرجع بذكركم انطروني يوم راس السنة 1/1/2017 رح يكون عندنا
حلقه سبيسيال بتبلش مع فتره طويله من الابراج ونخبركم بالتفصيل عن كل برج بال2017 وراح يكون عندنا فقرات احسن شيء صار بال2016 وما بعرف اذا راح نلاقيه راح نفتش بالزاويه بريك ونرجع خليكم معنا.